ايام قليله قبل يعني الولاده كانت قالت لي احسن ما خلى لي عمي هو السميه. فبطبيعة الحال ربما شيء اللي غادي يبقى حاضر ومترسخ الى الابد، لانه كنا ننتظر ربما شيء اللي غادي يبقى حاضر ومترسخ الى الابد لانه كان كنا ننتظر وكان الاب ينتظر كذلك هذا يعني الساعات وهذه اللحظات بكثير من الشوق وبكثير من الفرح. والان انا متاكد انه يعني فرح كذلك، يعني تفرق معنا الفرحة وإن كان هو في مكان ونحن في مكان، ولكن كيف ما قلت فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، فمرحبا.